والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، رمضان شهر العطاء، شهر الجود، شهر الإنفاق، وما أدل على ذلك من فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. فعندما وصفه سيدنا عبد الله بن عباس قال: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أجود الناس في رمضان، بل كان أجود الناس في سائر العام، لكن يشتد جوده وعطاؤه وسخاؤه وإنفاقه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم المبارك. الصدقة أيها الإخوة بمجموعها، ربنا سبحانه وتعالى أنه رغبنا فيها أيما ترغيب، وجعلها من العجيب أيها الإخوة أنه حثنا عليها في السر والعلن، مع أنه دائما الإنسان حتى يتسنى له أن يكون الإخلاص في عمله أن يكون خفيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك السبع الذين يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومع ذلك أنه في الصدقة القرآن الكريم جعل لنا الإعلان بها، الإنسان صاحبها يأخذ عليه الأجر. فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو القدوة المثلى في هذا الباب، نحن نعرف الإنسان متى يستطيع أن يتصدق بسخاء من غير أن يلقي لذلك بالا، عندما لا يلقي للدنيا بالا. ولذلك الذي يشهد بهذا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الأعرابي الذي نعرفه، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب شيئا، فنظر إلى تلك الغنم التي كانت في واد بين جبلين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك؟ فتعجب حتى ردد السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: أهي لي هاته الغنم؟ نعم هي لك كلها. فذهب وقال مقولته الشهيرة لأولئك القوم من بني عمومته، وقال لهم: جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ورغبنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لبلال، قال له: يا انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. انفق بلالا، لأنك إن أنفقت في الدنيا فإن الله أول شيء، الجائزة الأولى إذا كنا نبحث عن الدنيا، فإن الله سيزيدك ويعطيك في هذه الدنيا. فإن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. تأكد، بل أكثر من ذلك، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله مالا، صدقة، جاها، مكانة، وقت، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. المضاعفة في الحقيقة، دائما أقول في باب الصدقة، إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم علينا الربا في الدنيا في التعامل بيننا، فإن الله تعامل به معنا في باب الصدقة في مضاعفة الأجور. إذا الإنسان تصدق يوم القيامة سيجدها جبالا كجبال تهامة من الصدقات. لذلك الإنسان لا يحرم نفسه في هذا الشهر الكريم. لماذا؟ لأسباب ذكرها ابن رجب رحمه الله. أول شيء أن هذا الشهر هو فيه مضاعفة الثواب، فلا تضاعف أجرك في باب الصيام في باب الصلاة وتنسى هذا الباب،
الذي هو إطعام الطعام والصدقة والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذا الشهر هناك أناس وهناك فقراء وهناك مساكين، هناك محتاجين، هناك أرامل، هناك قصيري اليد الذين ليس لهم بابا يطرقونه، فأنت تأخذ لهم هذه الصدقة. واعلم أنك عندما تضع الصدقة في أيديهم أنك تضعها في يد الله قبل أن تقع في يدهم، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلكم انظروا إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت تفعل عندما تصورت وحقيقة وضعت لنا هذا الأمر في باب الواقع وكأنها تمثلته، أنها تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير. ماذا كانت تفعل؟ كانت هذه الدريهمات، دنانير كانت أو دراهم، أنها تطيبها وتجعلها في يدها وتجعل يدها هي السفلى وتجعل يد هذا الفقير هي العليا وتقول له خذ هذه الصدقة من يدي، لأنها تتمثل أن يد هذا الفقير تمثل يد الله سبحانه وتعالى حتى يأخذ تلك الصدقات. لذلكم أيها الإخوة هناك أرامل، هناك مساكين، هناك محتاجين، جزاكم الله خيرا وبارك الله في أموالكم وأرزاقكم، لنتعاون، فالدنيا كلها تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.